مرحبا، أنا اسمي إليف جموش، أنا مساعد مدير العلاقات الدولية بجامعة الأناضول، وأنا أيضا مسؤول عن طلاب الإيراسموس. سوف أتحدث عن ما ينتظر الطلاب القادمين إلى جامعة الأناضول. أولا، سيكون هناك صديق مساعد يأخذ الطلاب الجدد من محطة الحافلات إلى المنزل، حيث يكون صديقه بالمنزل أيضا، ويتم اختيار هذا الشخص وفقا للمواصفات التي يختارها الطالب أثناء التسجيل على برنامج الإيراسموس. يوجد أيضا نظام تعريفي خلال 3 أيام للطلاب الجدد، حيث في أول يوم يتم التعرف على الجامعة، أما عن اليوم الثاني يتم التعرف على المدينة، في اليوم الثالث يوجد مائدة طعام. يستطيع طلاب الإيراسموس التسجيل في الرحلات مثل رحلات كابادوكيا، أنطاكيا، وأيضا العديد من المناطق السياحية، بالإضافة إلى رحلة إسطنبول في عيد رأس السنة. وسيكون أيضا هناك شبكة لطلاب الإيراسموس، حيث سيقدمون العديد من المشاريع الجميلة. يوجد أيضا نشاطات الربيع، ويوجد اليوم العالمي للطلاب الأجانب، حيث يجتمع جميع الطلاب الأجانب ليشرحوا عن عاداتهم وتقاليدهم وطعامهم والأغاني الشعبية لديهم. أما عن نهاية الفصل فنحن نحضر حفلة الوداع، ونحن بانتظار جميع الراغبين مثل هذه التجربة، وأتمنى التوفيق والنجاح لكم جميعاً.